عن قناة بين سبورتس، الناقل الحصري لمباريات افريقيا فضائيا بالشرق الاوسط، ازمة مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، الا انها لم تفضح عن عدم نقل المباراة حتى الان. جدير بالذكر مباريات الجولة السادسة التي اقيمت خلال الساعات الماضية قد نقلت عبر فضائية بين سبورت. القنوات الناقلة لهذه المباراة هي قناة بين سبورتس 4 وان تايم سبورتس البث الارضي. طبعا هذه مباراة الجولة السادسة، نتمنى الفوز للفريق المصري إن شاء الله تعالى. ستقام المباراة اليوم في تمام الساعة 7. والسلام عليكم.